تلاقيه. حلو جدا جدا جدا، ما شاء الله. حالتك دلوقتي يا دلو ايه هي؟ حالتك يا دلو شكلك يا اما داخل لك فلوس هتدخل او دخلت خلاص. في خير، في تحسن في الحالة المادية، في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه، ابتدت تنور، ابتدت تنور اهي، في خير جاي. حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء، الكارت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويسة ان شاء الله، او انه انت في حالة عطاء، عمال تدي تدي تدي، حد محتاج بتديله، عندك كرم زايد الوقت ده. يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها، ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها. دي حالتك دلوقتي حالا. شكل الشهر عندك فيه احتفالات، هو شهر احتفالات فعلا، بنحتفل بسنة جديدة، لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء. الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة، شكل فيه خطوبة وفيه اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان، فهو فيه فرح، فيه احتفال، يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي قوي قوي. وممكن كمان تكون اجازة، شكل الشهر ده عندك فيه اجازة، فيه فسحة، فيه سفرية، المهم انه فرحة، فرحة فرحة حلوة جدا جدا، وعملية كده رخاء وبال رايق وحاجة حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله. هدفك هذا الشهر، هنا في حاجة انت مذبذب فيها، مش عارف تختار حاجة من اتنين، عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب، متقلب في حاجة. الهدف بتاعك ان انت تحسم الموضوع ده، اما انه انت في قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال، او انت في حالة تقلب، او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية، يعني طالعة نازلة، اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها، يعني اللي جاي رايح، او فانت عايز تظبط بقى الموضوع ده، عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية، الفلوس اللي تيجي لا تقعد شوية، فهي في حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي، ده الهدف بتاعك الشهر ده. فلو انت عايز تعمل ده يا دلو، باذن الله الفلوس اللي هتجيلك ابتدي حوش، ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى. او ممكن يكون هدفك الاقتصاد، ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف، انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس. المهم انه هدف كويس قوي قوي قوي. في ناس طلع هدفها النهارده انها تهد البيت في بداية النهارده، كان هدفها غير طبيعي الصراحة. طيب ايه العقبات اللي مقابلاك الشهر ده؟ تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها، تغييرات مفاجأة، ممكن تكون في العمل وتغيير جامد، مش تغيير اي كلام، لا تغيير قوي. ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ، في العمل حصل تغيير مفاجئ، عملية تحول، ده هيقف قدامك عقبة الشهر ده، هتبقى مش عارف تتعامل معاه ازاي. نصيحتي ليك تعامل معاه بجرأة. بص هو ايه اللي بيحصل هنا، الثيم بتاع الكارت ده الموت، مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتتغير وحاجة مفاجأة وجاي غصب عنك، انت مش متوقعها، زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة. هو الموت هنا رمز، مش موت بمعنى الحرفي، الموت بمعنى رمز الموت، ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد ما بيعرفش يتصرف فيه يعمل ايه. بس بصوا بقى هنا الراجل ده المفروض ان هو قسيس، يعني او احنا بالنسبه لنا بقى هيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين، واقف بيواجهه عادي جدا، واجه التغير او التحول ده بشجاعه، ما تقلقش، لان التحول ده او التغير ده، الحاجه اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجه تانية، في شمس جديده طالعه بعدها، فواجهه ما تخافش منه، التغيير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه، ان شاء الله في الاخر هيوديك لحاجة كويسة، حاجة احسن، بس انت مش شايفها دلوقتي. الحاجة اللي انت هتنجزها الشهر ده، واضح ان الدلو هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب، بمعنى
يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحته دي، ما كانش مركز في العاطفه قوي، كان مركز في عمله جدا جدا جدا، بيحاول يحسن من حالته الماديه، واضح ان هي ابتدت تتحسن بالفعل، او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان في ان شاء الله هيحصل تحسن. فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العاطفيه وبين حالته العمليه. فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم بيه، مش بس مهتم بشغلك وبقيت هامله، لا بقيت مركز مع الاثنين، بقيت بتدي من في الناحيتين. برافو عليك يا دلو، برافو برافو. طيب ايه اللي هتحاول تتفاداه هذا الشهر؟ دي خطط مستقبليه، اوكي؟ خطه مستقبليه بعيده المدى، بمعنى خطوة كبيرة قوي. تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية، عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه، لا بلاش تعمل خطط خماسية دلوقتي، امشي step by step، خطوة خطوة، تفادى الموضوع ده. يمكن السبب لانه ده مش وقت مناسب ان انت تعمل خطة للمستقبل قوي، المستقبل بعيد بالشكل ده. وممكن يكون كمان السفر، تفادى السفر الوقت ده دلو. ليه؟ ما تخافوش من حاجه، يعني يمكن على اقل تقدير يعني ان نتيجته مش هتبقى مرضيه ليك قوي. اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه، او اي حاجه فيها ايه خطوه بعيده، خطوه كبيره. ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر؟ شويه يعني مش عايزه اقول بخل، عايزه اقول حذر. توخى الحذر هذه الفتره في الصرف بالذات، لان دي بنتكلز. امسك ايديك شويه يا دلو، انت طالع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق، واضح ان في بعزقه، عملت بعزق يمين وشمال وفوق وتحت. طيب ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده. حاول تمسك ايدك شويه، امسك ايدك، ركز، اعمل خطه للصرف، خطه محترمه كده، مش لحاجه، علشان اتليست تحس يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده، انك انت الحاله الماديه عندك تستقر، ده هدفك. وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت، يبان تأثيرها. طول ما انت كل اللي بيجي لك بتصرفه مش هتحس بالتحسن، او مش هتحس بالتطور. هتلاقي الدعم فين؟ انا بالنسبة لي اي ايد نازلة من السماء دي ايد ربنا، الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي. من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد، يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. انت ما فيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي، ده اللي هتلاقي فيه الدعم. حاول تدعي، حاول تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها، لو كان بيبقى رزق جديد، لو كانت مشاعر جديدة، ده اللي هتلاقي فيه الدعم. ربنا بس هو اللي هيستجيب دلوقتي، مش لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك. يعني حاول ان انت ما تشوفش حلول معاه، على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة. اروح امشي ازاي، اروح فين، اقرب ولا ابعد؟ فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، اللي بعيد يقرب. نصيحة الكارت، طلع لك العربة، امسك القيادة يا دلو، انت بطبيعتك عندك صفات القائد، امسك زمام الامور وانت اللي بتدي حركها. زي ما احنا وصفنا الكارت ده قبل كده، ده واحد راكب العربة وهو واقف مش قاعد، يعني ده مش وقت قعاد، ده وقت اكشن. ابتدي خد اكشن وامسك زمام الامور، واي حاجة تشتت انتباهك، دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة، كل واحد فيهم باصص في اتجاه، بمعنى ان هتجيلك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني. انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك، لازم تقود المرحلة دي يا دلو.
وحركتك تكون أسرع، واتخاذك للقرارات يكون أسرع. أنت قراراتك على فكرة بتاخدها بصعوبة يا دلو، وده عن تجربة يعني. جوزي دلو زي ما انتوا عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة، بيبقى عنده تردد شديد جدا. واضح ان الوقت ده مش وقت تردد، لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل أسرع. لو هي حتى قرارات تخص العاطفة، لازم تبتدي تاخدها بشكل أسرع من كده. واضح إنك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر، فلازم تبتدي إن أنت تاخد خطوات سريعة شوية. طيب تعالوا نلخص القراية بسرعة. الدل إما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية، أو في طريقه لتطور في المادة، أو هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا. شكل الشهر عنده فيه احتفالات، وده شيء متوقع لأن ده شهر خلاص الاحتفال بالسنة الجديدة. بس هو كمان بيشير إلى ارتباط وإتمام مراسم خطوبة أو مراسم جواز، أو أجازة فيها سفر إن شاء الله، وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت إيجابي قوي قوي. هدفك الشهر ده إنك أنت تعمل عملية اتزان في حالتك المادية، لأن كل اللي بيجي لك بيروح بتصرفه، فحالتك المادية مش متزنة. فأنت محتاج إنك أنت الهدف بتاعك اللي أنت حاطه، أنا عايز أظبط الميزانية الخربانة دي، يعني ده اللي أنت مركز فيه الشهر ده. العقبات اللي هتلاقيها قدامك الشهر ده تغيير مفاجئ أنت ما كنتش عامل حسابك عليه، هيفاجئك وهيخوفك شوية، لكن مش عايزاك تخاف، واجه التغيير ده بشجاعة، ما تخافش منه. أكتر حاجة هتنجزها الشهر ده إنك هتمشي العاطفة والعقل مع بعض، هيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه. يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غالبة على العاطفة زي الشهور اللي فاتت، هيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا. برافو عليك يا دلو. حاول انك انت تتفادى اما السفر، او انك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد. لا، حاول تمشي الدنيا واحدة واحدة، خطوة خطوة، بلاش تعمل خطوات ليها بعيدة المدى، او تعمل خطط بعيدة المدى. امشي بس الفترة دي ستيب باي ستيب. حاول كمان تعتنق الحرص في الصرف. واضح ان هو صرف مش اي حاجة تانية. لم ايدك شوية يعني، بغض النظر يعني بقى في ناس بقى هتقولي لا مش من كتر الفلوس، لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب. انت نسبة مثلا بيجي لك 1000 جنيه، بتبعزق منها نسبة لا بأس بيها في كلام فاضي، فاهم قصدي؟ وفي حد بيجي له 9 مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء. فأيا كان في حالة من ال irrational spending، يعني تصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنى عنها. ركز في صرفك. هنلاقي الدعم فين؟ مين اللي هيدينا البوش؟ ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة، الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية، ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكم تاني، وادعوا ربنا واطلبوا كل اللي انتوا عايزينه. هنا هتلاقوا الدعم يا دلو، هنا عند ربنا. النصيحة بتاعت الشهر، انت اللي تقود يا دلو، وما تخليش الدنيا هي اللي تقودك. يعني في كروت بيقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها، انت ارفع ايدك واستنى. لا، هنا انت اللي لازم تمسك القيادة، وانت اللي لازم تتحرك. ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار، لازم تحاول تاخده بسرعة، واي حاجة هتشتت انتباهك ارفضها، وركز في الهدف اللي انت رايح له. قراية حلوة جدا يا دل. جميلة جميلة جميلة. تعالوا نشوف بقى ايه الحالة العاطفية. طيب اوكي، الدلو عايز ايه؟ الدلو
يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايظة في العلاقة، حاجة يعني مش واخد حقه، زعلان من حاجة، اتهزم في حاجة، بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام، ومش فارق معاه حاجة، ان هو ايه ما اتهزمش. هو بيحاول يبين ان هو ما اتهزمش، ان هو ما اتكسرش. نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر، اداله زي ما احنا شفنا حتى في قرايته العامة، ابتدى يركز في العاطفة قوي، ابتدى يركز مع شريكه قوي، ابتدى يهتم بيه، ابتدى يعوضه. حاجة حلوة جدا. فاداله شايف ان يعني ان العلاقة حلوة، ونفسه بقى ايه يكمل عليها، يزود عليها، يحليها اكتر، يديها اكتر. حلو قوي قوي. اداله شايف شريكه ازاي، which is weird، اتجرح كتير، اتجرح كتير، طعنات كتير كتير كتير، مش عارفة اذا كانت الطعنات دي بسببه ولا بسبب شخص تاني، لكن المهم ان هو شايفه متألم، وان هو زي ما تقوله اتغدر بيه كتير قوي، وعنده نهاية مؤلمة، يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة، مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره، لكن الدلو حاسس بألمك، حاسس بألم شريكه، سوري، الدلو حاسس بألم شريكه قوي. الشريك بقى بيعمل ايه؟ الشريك واضح ان هو حاط لنفسه هدف ورايح له بسرعه، بياخد خطوات سريعه جدا جدا جدا، وانا حاسه ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان. يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجه، بس الدلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعوض شريكه، شريكه رايح له جري بقى، اللي هو ايه بيسامحه، بيقرب منه اكتر، رايح له بسرعة. نفسه في ايه؟ هو نفسه في تعويض، فعلا نفسه في تعويض. الشريك شايف ان هو ادى الدلو كتير قوي، او يعني مقصرش على الاقل معاه في حاجة، ونفسه بقى في تعويض، انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط، ما يعني مش مشكلة بنغلط، وابتدى ان هو يعني عايز يحصد بقى. الشريك شايف الدلو ازاي؟ شايفه بيصلح، لا الدلو بيصلح خلاص، عمال بيشوف اخطائه فين كانت فين، وعمال يصلحها، وعمال يداوي جروح، وعمال بيطبطب، وعايز يقوم بالعلاقة، قوم كده ما شاء الله. الطاقة الطاقة، الدلو بيحب شريكه جدا جدا جدا، وعايز يقدم له حاجة. شايفين الكوباية دي؟ كوباية دي مشاعر وحب، جواها سمكة، السمكة دي عطاء، ورمز، رمز للخير، يعني مقدم لك كل خير، عايز يقدم لك كل خير. لا واضح ان الدلو اتعلم من درسه، اتعلم كويس وعرف قيمتك، وناوي يصلح. وانت الصراحة شريكه يعني برافو، لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا، انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى، طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي، ما شاء الله عليكم بجد، حاجة حلوة قوي. بصوا بقى، في بداية جديدة، العلاقة واخدة شكل جديد، في حاجة جديدة، حاجة انتوا مش متعودين عليها. الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريك، في تفاؤل كده، وباصين العلاقه، ايه ده العلاقه بتتطور، ده العلاقه مش فاشله زي ما انا كنت فاكر، لا ده في صافي بدايه جديده، في طريق طويل انتوا رايحين، وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض، رايحين طريق طويل مع بعض، مشاعر جديدة يا دلو، ومولود جديد للناس اللي مستنيين مواليد، الناس اللي لسه ما اتجوزوش، ده زواج، اتمام زواج واتمام خطوبة، والناس اللي مستنيين مولود، مولود جديد، لو ولا حاجة من دول وانتم متجوزين اوريدي وعندكم ولاد، فهي مشاعر جديدة، مشاعر المولود الجديد، فرحة المولود الجديد، حاجة نقية جدا، حاجة very pure very pure، عطاء، عمالين تدوا، كله عمال يدي، كله عمال يدي، يعني الدلو بيدي شريكه، وشريكه بالتالي بيديله،
ما شاء الله بيوتيفول. ويعني انا عايزه اقول لكم انا معاكم، والقرايه فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده. الحمد لله الحمد لله والحمد لله. طيب هلخص القراءه، الحمد لله حلو قوي، الفيدباك جميل، ربنا يسعدكم يا رب يا رب، ربنا يسعدكم. الدلو واضح انه غلط في حاجه او اثر في حاجه، على الاقل على الاقل تقدير، وبيحاول يبين ان هو ايه، مش عايز يعترف، ما بيعترفش، انتوا عارفين ده ما بيعترفش. فهو بيحاول يبين ان هو تمام، ان هو ما غلطش في حاجه، او الحرب اللي كان داخلها او المعركه اللي كان داخلها خرج منها مهزوم، بس بيحاول ينكر الهزيمه دي. عايز يبتدي يدي في العلاقه لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام. فهيبتدي يبني في العلاقه. شايف شريكه ازاي؟ متألم متألم جامد، وخلاص اتهرى طعنات اتهرى طعنات طعنات كتير جدا جدا، يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية، لكن حاسس بألم شريكه. الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا جدا جدا، وحاسة ان الهدف ده تجاه شريكه. بسم الله ما شاء الله. الشريك عايز ايه كمان؟ عايز تعويض بقى، عايز يبتدي يجني بقى. هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا، او يعني دعم كتير، ادى دعم كتير للدلو، فعايز يبتدي يحصد بقى، عايز هو بقى ياخد شويه. وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح، وابتدى يدي وطاقه ما بينكم، ولا احلى مشاعر جديده حلوه جدا جدا، كلها حب، كلها عطاء واهتمام. مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو وشريكه داخلينها، ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله، طاقة البداية الجديدة، حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح. عمالين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض، وخطوات بعيدة بعيدة المدى، بس ده تلاقي لك في القراية العامة، بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي، لا امشوا خطوة خطوة ان شاء الله، الطريق طويل وتكملوه دايما مع بعض، بس خدوها ايه، واحدة واحدة. مشاعر جديدة فيها كلها سلام، وكلها يعني رحمة جميلة جدا جدا جدا. وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد، اتمام زواج او اتمام خطوبة. بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها، وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده، وسعيد بيكو جدا. الحمد لله الحمد لله، ربنا يهنيكو كل الدل إن شاء الله، ويسعد شريككم.